السلام عليكم بنات وشباب مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي من قناة مابيد، والنهارده في حلقتنا هقول لكم على وصفة واحدة بس كبارة جدا هتساعد بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقة الصدر. منطقة الصدر تعتبر من أكتر الأولويات اللي كل البنات وكل السيدات بيهتموا بيها أكتر من أي مناطق تانية في جسمهم، لأن منطقة الصدر يعتبر رمز من رموز الأنوثة. عشان كده دايما بشوف كل البنات وكل السيدات بنسبة 80 أو 90% بيهتموا بالمنطقة دي بشكل كبير جدا، وتحققكم على فكرة وأنا مش هقول لكم أي حاجة خالص. ودايما برضو بنفس الوقت بيبحثوا عن أبسط الوصفات، يعني تكون سهلة كده، أو إن شاء الله تكون حتى وصفة واحدة تساعد على تكبير وتسمين منطقة الصدر من أول 5 أيام لحد 10 أيام. وطبعا عشان تبقوا عارفين الموضوع بيختلف، يعني من جسم لجسم أو من بنت لبنت أو من ست لست، بشكل عام الموضوع بيختلف من جسم الآخر. يعني حلو قوي. دلوقتي بقى أنا مش عايزكم تقلقوا من أي حاجة خالص وتطمنوا من ناحية كل حاجة، لأن مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان إنها اتحلت، لأن إن شاء الله هعرض عليكم وصفة واحدة بس كبارة جدا هتساعد وتساهم على تكبير وتسمين منطقة الصدر. ودلوقتي نعرف مع بعض ايه هي الوصفة دي، يلا بينا. مبدئيا كده انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. هتجيبوا بقى طبق صغير بالحجم ده وتحطوا بقى جوه الطبق معلقتين كبار من سيد السمسم، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من سيد جنين القمح، وتقلبوا المكونين دول مع بعض بشكل دائري. وما تستخدموش الوصفه دي الا لما تغسلوا منطقه الصدر، يا اما بميه سخنه او بميه بارده، يعني ما بين الميه السخنه والميه البارده، عشان خاطر تنشطوا وتحفزوا الدوره الدمويه اللي موجوده في منطقه الصدر، وهرمون الاستروجين كمان اللي بيساعد على تكبير وتسمين مرات الانوثه اللي عندكم، وبرده بنفس الوقت بتساعدكم على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل اسرع بكتير. حلو قوي. طبعا بعد ما غسلنا منطقه الصدر هتمسحوها باي فوطه او باي قماشه متاحه عندكم، وبعد كده هتاخدوا بقى حبه من الوصفه في الايد اليمين وحبه في الايد الشمال، وتحطوها على منطقه الصدر على شكل دهان، وتلفوها كده بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه مع شويه تدليك وخبط وخفاف جدا، عشان زي ما قلت لكم تنشطوا هرمون الاستروجين، وبنفس الوقت الثوره الدمويه عندكم تبقى نشيطه وفعاله، وتساعدكم برضو على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل سريع جدا. حلو قوي. هتبتدوا تعملوا الدهان ده لمده 5 دقائق او 10 دقائق، وبعد كده هتسيبوا الوصفه دي على منطقه الصدر لمده مثلا يعني 6 أو 7 أو 8 أو 9 ساعات او 10 ساعات كمان، مفيش اي مشكله. ولو حبيتوا انكم تناموا وتصحوا تاني يوم تغسلوا منطقه الصدر برده مفيش اي مشكله، حطوا اي قماشه او اي فوطه او اي يعني برا قديم عندكم برده مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. ولو حبيتوا مثلا انكم تقسموا الوقت، يعني تعملوا مثلا في اليوم 4 ساعات الصبح وبالليل 4 ساعات تانيين قبل ما تناموا، برضه مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. حلو قوي. فبنصحكم بقى انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وابطل واقوى وصفه هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر عند كل البنات وكل السيدات، عايزكم تنفسوا كلامي بالحرف الواحد. وبرضه لما توصلوا للهدف بتاعكم يا ريت تبطلوا ملتزمين برضو على الوصفه دي 2 أو 3 مرات في الاسبوع، عشان خاطر تحافظوا على النتيجه بتاعتكم، يعني عشان صدركم ما يرجعش زي مكان الاول. حلو قوي. والاهم من كل ده الصبر والاستمراريه والاراده، وان انتم يبقى عندكم المواصبه في كل حاجه انتم بتعملوها، وان بالكم يبقى طويل برضو في نفس الوقت. ولو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت صح، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. طبعا مش هوتسيكم بقى العاده، يعني تعملوا لايك الحلو بتاعكم وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم طبعا زي ما انتم عارفين. وحاولوا على قد ما تقدروا تشيروا كل الفيديو مع كل البنات والسيدات اللي انتم تعرفوهم واللي انتم ما تعرفهمش كمان، يعني وربكم ثواب طبعا. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي ومن جوه قلبي كمان على صبركم ودعمكم ليا.
فبكده احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا متعودين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليه بكومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها على قناتي وكل يوم كمان، ويا ريت تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا بيها. بيس.